قراءتك لهذا الدستور أستاذ قيس سعيد، وأنت الخبير في القانون الدستوري، يعني حول الاختلافات التطورات مقارنة بدستور 59، كيف ترى؟ سيقول قائلون أن هناك العديد من الإضافات بالنسبة إلى باب الحقوق والحريات، وبالنسبة إلى عدد من المؤسسات التي تمت إضافتها، فضلا عن الإضافات التي جاءت في باب تنظيم السلطة. يعني بالتأكيد هناك إضافات، ولكن القضية لا تتعلق بالنصوص فقط. نعم. فكم هي الدساتير، كم يعني الدساتير جميلة في أكثر الدول استبدادا. لا يكفي أن نضع أحكاما، بل يجب أن تجد هذه الأحكام طريقها إلى التنفيذ. وهذه هي القضية، القضية ليست في النصوص وفي الأحكام، ولكن في فكرة الدستور ذاتها. إذا كان الدستور مرة أخرى هو أداة للحكم فقط، لا يمكن أن يحقق المقاصد والأهداف التي تضمنها. طيب، يرى البعض أن هذه الفصول تخدم أحزابا أو تخدم جهادا أو يعني أطرافا معينة داخل المجلس الوطني التأسيسي، فكيف ترى ربما هذه الاتهامات؟ أو يعني هنا ربما نطرح مسألة التوافق الذي وضع داخل الفصول وتغيير الفصول. نعم. هل ترى أن ربما يعني التوافق هو ضرورة بالضرورة يعني إيجابي لي؟ لا، في بعض الحالات يعني كانت هناك العديد من المسائل التي كانت تجد مكانها الطبيعي في التشريعات الأخرى التي هي دون الدستور، ولكن عملية وضع الدستور في المرحلة الأخيرة أو في الأمطار الأخيرة كما سمي ذلك، كانت عملية تقريبا أعطني حكما أعطيك مقابل هذا الحكم حكما، يعني تنازل مقابل تنازل. وثم تم إعداد الدستور من قبل اللجان التأسيسية في مرحلة أولى، ثم جاءت لجنة التوافقات التي أدخلت جملة من التعديلات، والبعض أخذ مكانا. يعني لم نعلم بالضبط ماذا حصل في هذه التوافقات، لم نعلم إلا بالنتائج، وقدموا لنا نتائجهم وأدخلت جملة من التعديلات، ورأيتم كيف أن التعديلات حتى بعد المصادقة على عديد الفصول تم إدخال تعديلات عليها بناء على قراءة في أكثر الأحيان خاطئة للفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. يعني هكذا أعتقد أنه يمكن أن يرضي كل طرف الطرف الآخر. أتنازل لك عن حكم، تتنازل لي في المقابل عن حكم. وتم وضع بعض الأحكام نتيجة لهذه التوافقات. قد يعني هكذا الذي حصل، انتبذوا لنفسهم مكانا خفية وقدموا لنا هذا الدستور، وقيل أنه صار دستورا سويا. المهم في فكرة الدستور، المهم كيف سيتم توظيف هذا الدستور. للأسف يعني المؤسسون الجدد اليوم لم يكن لهم فكر سياسي مختلف عن الفكر السياسي الذي كان قائما منذ أكثر من 5 عقود. لتأسيس جديد لا بد من فكر سياسي جديد. أما حينما يكون الفكر السياسي في كثير من الأحيان في حالة موات أو في حالة موت سريري، فيهيئ لنا فقط أننا نضع دستورا جديدا. هل تغيرت الأوضاع فعلا؟ نتمنى أن تتغير، ولكن في ظل هذه الصراعات وأكثرهم يواجهون شطر وجوههم إلى قصور الرئاسة وإلى قصور الحكم، فكيف يمكن أن تضع دستورا في ظل هذه الصراعات حول السلطة؟ أشكرك.